صبحي كابر أشهر كبابك في مصر وإمبراطور الكباب والكفتة. الدنيا جت عليه وبعد ما كان ملك اللحمة وليشنة ورنة واسم المعلم صبحي كابر يهز الدنيا كلها. حياته اتشقلبت والديون خربت بيته وخلته يبيع مطعمه ويشتغل عامل عادي وكمبارسي فيه. تعالوا مع بعض نعرف اللي حصل مع المعلم صبحي كابر. من امبارح والسوشيال ميديا مقلوبة وما في سيرة غير سيرة صبحي كابر وحكاية المحل اللي كان واحد من أشهر محلات الأكل في مصر. الناس بتجيله من كل حتة لدرجة ان سمعته كانت مسمعة برة، وكان في ناس بتسافر مخصوص علشانه وكانوا بينزلوا من الطيارة عليه. الموضوع بدأ ببوست على صفحة مطعم صبحي كابر، وكان بيقول فيه انه تم بيع المطعم لظروف قهرية وان المطعم غير تابع للحج صبحي في الوقت الحالي، وهيتم الاعلان عن باقي التفاصيل قريب. اول لما البوست اتحط على صفحة المطعم الناس استغربت وقالت ازاي يبيع المطعم وهو اشهر مطعم في مصر، والكل سأل وقال يا ترى ايه هي الظروف القهرية اللي بيقول عليها اللي خليته يبيع المطعم. وبدأت ناس تقول ان هو مجبر على بيع المحل، والكلام كتر وبقى كل واحد يقول حاجة شكل. صبحي كابر بعد ما الدنيا ولعت والسوشيال ميديا اتقلبت خرج وكشف كل التفاصيل والازمة اللي مر بيها وخليته يبيع مطعمه. صبحي في اول كلامه قال ان الطمع هو اللي خلاه يبيع كل حاجة ويخسر مطعمه، وحكى صبحي وقال ان لما الدنيا وسعت معاه وربنا رزقه والمحل كبر عمل مزرعة عجول علشان تخدم على شغله، وقال ان المزرعة دي كان بيجيب لها درة عشان يأكل ويسمن المواشي اللي عنده، وكان بيجيب بالخمسمية طن درة عشان الدنيا كانت ماشية معاه زي الفل. وفي يوم من الايام جي واحد وقال للمعلم صبحي كابر ان الدرة دلوقتي باربعة جنيه وبعد كده هيغلى ويوصل ستة جنيه، وقال له دلوقتي فرصة نضرب ضربتنا ونجيب كمية كبيرة نخزنها قبل لما السعر ما يضرب، ولما السعر يبقى في السماء والناس مش لاقية الدرة ننزل بالدرة بتاعنا ونبيع ونكسب ونعمل فلوس قد كده. صبحي سمع الكلام وراح جمع كل قرش معاه وباع ذهب مراته وبعض الممتلكات اللي كانت معاه، كمان استلف من صحابه وجمع 200 مليون جنيه وادى الفلوس دي كلها للراجل علشان يروح يجيب الذرة. لكن المفاجأة ان الراجل راح ومرجعش وكأنه اتبخر وخد الفلوس وطار وخلع وراح بيها على دبي ومحدش عرف يجيبه، وطلع نصاب كبير وناصب على نص مصر كلها. وفي وسط كل ده جت ضربة تانية علشان تخلص على صبحي كابر. الضربة دي كانت حريقة كبيرة حصلت في مطعم صبحي كابر والنار كلت كل حاجة، وبقى صبحي محتاج فلوس تاني عشان يوضب المحل، فراح واستلف تاني وبقى عليه فلوس كتير قوي. ولما الدنيا ضلمت مع امبراطور الكباب والكفتة راح كلم صاحب براند شهير في المطاعم عشان يشتري المحل. الراجل ده كان من ضمن الناس اللي ليهم فلوس عند صبحي. صبحي اتفق معاه ان هو يشتري المحل بس يفضلوا يشتغلوا مع بعض، وان صبحي يبقى مورد اللحمة بتاعت المحل وانه كمان يستمر في الادارة. وفعلا دخلوا وخدوا المحل واتفقوا وعملوا شركة سموها الاكابر. بس اللي حصل بعد كده ان صحاب المحل الجداد بقى يجيبوا نص اللحمة من عند صبحي كابر والنص التاني من برا، ولما صبحي كابر كلمهم وعاتبهم قالوا له ما تتدخلش المطعم مطعمنا واحنا حرين. وهنا المعلم صبحي كابر امبراطور اللحمة بقى يدوب كومبارس في المحل، ولقى نفسه بيروح يعمل فيديوهات ليهم وبس، والناس اللي كانت شغالة معاه وهو اللي معينهم بقوا يعاملوه وحش وبقى مزلول ومجبر ان هو يشتغل معاهم. لكن النهاية جت بعد العيد لما المطعم قطع معاه خالص وما بقوش يجيبوا لحمة منه وبقى يجيبوا كل اللحمة من برا. ساعتها صبحي كابر بعد الحركة دي راح وخد صفحة المطعم اللي كان عاملها وقفل تليفونه وما بقاش يرد عليهم، ولما بقوا يكلموه بعت لهم وقال لهم ان هو هيفتح محل لنفسه من تاني بنفس الاسم القديم، لانه لما باع المطعم سد كل اللي عليه وما حدش ليه عنده حاجة، وانه بايع المطعم ارض وحيطان لكن العلامة التجارية بتاعته وملكه وهو ما باعهاش، وصفحة المطعم على الفيسبوك بتاعته.